بالرياض تفتقد ألوانها أشكالها طلعتنا وهي تزهو في ظلال الحصير. وترى الخمائل إذ ذهت وتمايلت أغصانها شدوا طروبا شدوا طروبا في ظلال الحصير. وتناسرت باغات ود جارف فكر أصيل فتعال نقتصب الحماس في ظلال الأصيل في ظلال مساء الخير على كل مشاهدي برنامج ظلال الأصيل. رحلة اليوم في دنيا الكلام المباح عندما يكون المداد الإحساس الدافق حيوية وأنوثة وإبداع. ضيفتنا اليوم امرأة عقلها وقلبها يكتبان الشعر تتلمس الخطى لتمسك بخيوط الشمس. أرحب جدا بالأستاذة الشاعرة والزميلة الإعلامية ابتهال محمد مصطفى. مرحبا بك يا ابتهال. ريهام اهلا بهذه القناة العامرة وهذه الظلال التي نتعود يعني عليها دائما ونشتاق اليها في كل مساء. دائما بيكون الشفاق والاوقات الجميلة اللي هي اللي بتوحي للشاعر بالكثير من الكلمات والابداعات الجميلة. من وين بتستمدي القدرة على الكتابة لانه اسلوبك دائما هو اسلوب مختلف؟ اولا انا يعني محبة جدا للخريف، محبة جدا للشفق، ما يعني كل الشعراء بيحبوا الليل لكن أنا بخاف من الليل جدا، وبلقى الليل بيطاردني في معظم نصوصي يعني الشعرية، وبالذات الشعر الفصيح بتجيك فيه يعني بعض الخواطر وبعض الإيماءات وبعض الظروف والأوقات بتلقيها يعني منسربة داخل النص بدون ما تحسي. فأنا بلقى نفسي ما يعني ما بين الشجن والغربة والليل والخريف وكل هذه التفاصيل هي التي تأتي إلى شعري يعني ولا أذهب إليها يعني، فرجاء قدموا لها بطاقة دعوة لتذهب يعني. نعم. ويجي مخاض الكتابة بعد ذلك. نعم. طيب أسلوب الكتابة والنكهة المختلفة دي سؤال تقليدي لكن لا بد منه يعني بدايات أستاذة ابتهال. والله أنا بديت من وأنا في المدارس يعني هي والدتي ووالدي الاثنين هم أساتذة في مرحلة الأساس وبيهتموا جدا بمدرسة يعني حصة النشاط دي كانت عندنا هي الحصة الأخيرة اللي كنا بننتظر فيها فعاليات المسرح والإلقاء الشعري وكل المناسبات يعني. حتى أنا في المدرسة الثانوية يعني أستاذنا في مدرسة الكريمة الثانوية في المناجل كان بيقول يعني ابتهال ذات المواهب المتعددة، كنت بكون موجودة في الإلقاء الشعري وبكون موجودة في المسرح وبكون موجودة في الكورال، يعني كل هذه التفاصيل بدأت باكرا جدا. لكن الكتابة بمسؤولية ابتدأت يعني بعد مرحلة الجامعة. النص المسؤول كانت صحيح محاولات في السنة الأولى وفي السنة الثانية مشاركات في الجمعيات الأدبية وهكذا، لكن النص المسؤول عندي بدأ بعد أن أخلصت أو أكملت الجامعة تماما. طيب المسؤولية هي شنو يعني في رأيك؟ الكتابة بمسؤولية، ذكرت النص المسؤول يعني. أيوة يعني الآن ليس كل ما يكتب يعني من شعر أنت ممكن تحتفي به ويكون نص داخل ديوانك. أنا أعتقد الكاتب المسؤول يعني تمتلك أدواتك، الألفاظ والأخيلة والمعاني والنفس، يعني في زول بتلقيه بيكتب ويكون صدى لشاعر آخر أو لفنان آخر أو هكذا يعني. فأنا أسمي هذه مسؤولية. يعني الآن ألف شاعر هو نزار قباني، ألف شاعر هو جويدو، ألف شاعر أحمد مطر، فمثل هذا أو هؤلاء الشعراء صحيح أنهم يكتبون الشعر لكن لا يمكن أن تتفرد بمدرستك، لا يمكن أن يسمع يعني شاعر أو شاعرة ويقال هذه فلانة. طيب هذه كيف الشاعر بيتميز بمفردة خاصة به وبنفس وإحساس خاص به؟ متين بحس بأنه هو يتميز في أي مرحلة؟ يعني الشعر توليفة. أنا بقول إنه أي زول زي ما عندك بصمتك في الصوت الخاصة بك عندك طريقتك في الكتابة إذا أنت اكتشفت
هذه الموهبة داخلك، طالما أنك عندك مقدرة على صنع الكلمات وعلى يعني طراس وسياقة الجمل وعلى استدعاء الأخيلة والمعاني، إذن أنت في داخلك شاعر وتستطيع تكوّن مدرسة. لكن كثير من الناس بيذهبوا وراء انهم يعني يقلدوا بصوره او باخرى يعني شاعر، وبينسوا انه الشاعر ده ممكن يسرق منك شيء جميل كان ممكن يكون اجمل. كيف طيب انت استطعت انك تطلع المولود الشاعر داخلك؟ انا بحاكم النص، انا كتبت نصوص كثيره جدا وحاكمتها يعني، واعدمت هذه النصوص بعد الميلاد بيمكن ساعات او ايام، عدمت كثير من النصوص، بقى انه النص ده فيه يعني تناص مع الشاعر فلان الفلاني، او هذه الجمله بالضبط استخدم الشاعر فلان الفلاني في نصه كده. وحتى بس يعني بشاور الناس، يعني عندي ناس انا بقرا لهم اول ما ينتهي النص. كتاباتك احتفظت بها محتفظه بها؟ بدايات الكتابات احتفظت بجزء كبير منها، وزي ما قلت لك حاكمت كثير، حكمت نصوص، المعلومه دي لاول مره اقولها يعني، انه انا حاكمت نصوص كثيره جدا ما طلعت. فعندي النص مقدس والجلوس لك يعني لي 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 في النهاية هو بشكل بداية ابتهال الشعرية طبعا أكيد طبعا أكيد، وعلمني كثير جدا، ويعني خلى ابتهال في كل يوم هي عايزة تقول إنه النص آخر نصوص اللي كتبتها هي غير راضية عنها تماما، وبتحتاج لدافع جديد ولي يعني محفزات للكتابة ولشكل في التغيير على مستوى المفردات وعلى مستوى الموضوعات وعلى يعني حتى مستوى الأفكار. النص الذي لا يحمل افكار يعني هو نص فيه، هنعرف كيف انت بتستوحي الافكار من وين، النصوص بتاعتك بتجوديها كيف، 200 بيجي الزمن عند الكتاب عند ابتهال، لكن بعد ما تسمعينا ونشوف نص مسؤول نسمع نص مسؤول. طيب نص مسؤول، انت ليه حملتيني مسؤوليه مره ثاني؟ طيب عشان اكون، لماذا تخيرت هذه الطريقه؟ لماذا تخيرت هذه الطريقة؟ لماذا تسربت سرا وجهرا وأسهدت من قامروا باسم كل وقللتني في عيون الخليقة؟ وأدركت طرا تضاريس قلبي ثقفت القناديل حتى أضاءت، أنخت الهوى بين تل وتل وبين تفاصيلها يا قنالي، تخيرت كنتورك الوهم حولي وأقحمتني في الخطوط الدقيقة. لقد هاجر الناس، لقد هاجر الناس مثنى ورهطا، وهاجرت وحدي لدنياك، علي أرى مقصدي طي هذه الضلوع وأطوي مسافاتها المصر حولي لأمحو ضفاف الجراح العميقة. لقد أنهكتني الدروب الخوالي، أنهكتني الدروب الخوالي فعاتبتها، كيف لم تنتظرني بكفيك مقرورة في المساء؟ وجادلتها حول كنه اصطباري، فعصف الرياح ثقيل ومر وجسمي نحيل وصبري قليل على موجه في أزيز الشتاء. وألححت أن نلتقي رغم قهري، ألححت أن نلتقي رغم قهري غيابا وزيفا وشعرا وحبا. لماذا تنكرت حد التنائي؟ صلبت البراحات والغيمة حتى استوت مركبي في بحار التناسي، فغابت شراعاتها ثم راحت بدون اتجاه ومن غير ماء. أنا لينة منك، أنا لينة منك، أنا لينة منك لا تقتلعها. ألم نتفق أيها الضلع أن جناحاك نار يموت قويا ويحيا قويا ويفنى وفي ريشتيه الغناء؟ فمن علم الصدر صمت الفنون؟ أنا لينة منك لانت قواها على أضلع الأيسر الجاسرات، وهانت بها يا حبيب الظنون. أنا لينة منك فازرع جمالا وروي العطاش هوى واصطلاء، فبعض النسيات يهوين ذاتا نما عشقها فوق طيش الجنون. على قبة الحب أبني مقاما لعينيك يا راهبا، قام صلى على الصد ما همه من أكون. فلا الشمس بانت على الأفق شمسا ولا القلب أضحى حنانيك قلبا، فما هان بالعمر حتى نهون. جديد جديد تداعيك بين الجريد، دع النخلة يا تمر قلبي ومرني، سآتيك في طلعه كل عام وفي ساقيات الجروف العذاب وفي سدرة المنتهى لو ألفنا. وما النيل إلا سبيل قريب، ولكن شكى من وصال التراب، وما الأرض إلا صيام الغريب، إذا أفطرته المسافات أبدى لها علة من هيام وحمى، وعزلته عشة أو خراب. ولي
لي خاطر طارئ فاحتملني، فظرفي عصي وساعي بريدي أبا موقعي، خوف ألا يراني أرى صفحتي في وجوم الكتاب، أنا منك دونت حظي، فجاءت تفاصيل عمري شقاء وذكرى، وأشقى بني آدم من يمنى بمر الحكايات حسن اللباب، وقد ينعق البوم فوقي، ولكن أعزي دمي باكتمال نصابي لرؤياك، حتى إذا عايرتني شجوني وإرهاص هذا الغياب، وكلي حضور وقابيل خلفي يريني أواريك في أي عرق، فحتى على الموت أرضي باب ولا طير يأتي بها أو غراب، حتى على الموت أرضي باب ولا طير يأتي بها أو غراب. إن شاء الله يكون حسة بعد الكلام ده كله وغير الطريقة. كلميه. ليه الحزن دايما هو بيكون الطابع في أغلب القصائد لمعظم الشعراء؟ والله في شعراء فرحين ويكتبون للفرح، لكن أنا اللي يعني معي والحزن قصة يعني قد يعني كثير من الناس لا يرى لها مبرر يعني، وكثير من الناس يعتقد إنه دائما الحزن مرتبط بمشكلة محددة، هكذا يخيل للناس، لكن أنا أحب هذا الحزن وأبحث عنه أحيانا إن لم أجده يعني لا تجد ابتهال بعافية ولا بطيب. ليه؟ لأنه يعني وجودي داخل الحزن بيخليني أكتشف يعني منابع الفرح. الحزن خلاني أكتشف كثير من القيم، كثير من الأحاسيس جوا الناس، كثير من الإيماءات الغامضة في عيون أعرف جيدا كيف أقرأ هذه العيون، أعرف جيدا كيف يعني أتعامل مع الناس من خلال هذا الحزن. فأنا هذا يعني للحزن معي مملكة. الحزن هو نهر الإبداع لإبتهال. بالضبط. بنواصل مع إبتهال، ولكن بعد ما نقيف مع عماد وعصام أحمد الطيب. حنين العشت في طابت يا حليل منزل غابت يا ناس، حنين العشت كفيتي وجرتي يا فلانة لين دفنتي فرحة في صبانة ويا ناس، حنيني عشت في طار الليل سن الغابت يا جمالك خلى عمري سعيد، يوم رحيلك يا جمال الصيد وبعدكم عين منام يا ناس، نيني عشت في طار يا حليل سن الغابت يا رحيلك يا جماعة.
كلامك يا ناديني العشت في يرضي عن دربي يا معاني الخطوة في دربي لدياركم روحي تشابت يا ناس عيني عشت في طاب الليل سنين غابت نتواصل معكم على الهواء مباشرة مع زميلة الإعلامية والشاعرة الأستاذ ابتهال محمد مصطفى. مرحبا بك مرة تانية ابتهال. واتكلمنا عن الحزن وإنه هو الأساسي الرافد أو النهر الأساسي اللي من خلاله بتتمخض الكثير من الكلمات لابتهال. يعني هل ممكن نعتبره تمرد أو نوع من التميز اللي بتتميز به ابتهال؟ وهل بالضرورة يعني إنه يكون الشاعر متمرد عشان يكون في إبداع؟ والله يعني فكرة التمرد مرات بتكون داخلية، يعني أصبحت زي كلمة ثابتة مع كل المبدعين إنهم هم متمردين على أشياء كثيرة جدا. أنا أعتقد إنه يعني كلمة التمرد هذه ما داير أقول إنها يعني هي استهلكت، لا، لكن لكل مبدع شاعر كان أو فنان أو كاتب عنده شكل من أشكال، يعني طالما إنك أنت يعني بترفض الواقع، إنك عندك درجة إحساس أعلى ممن هم يعني حولك من الناس العاديين، إذن أنت متمرد. وقد يصير هذا التمرد في شكل للإنسان الطبيعي، في شكل قلق، في شكل توتر، في شكل أعمال زائدة، يعني أنت بتكون باستصحاب فكرة محددة، وقد لا يخ أو قد تخرج ب ب ب
بفكرة داخل نصك الشعري أو تخرج يعني منظومة محددة أو نوع جديد أو نمط جديد من الكتابات أو حتى فهم جديد لمفردة. يعني أحيانا في أناس بيجملوا لك يعني الحزن ويجملوا لك الفراق ويجملوا لك يعني الموت زي صلاح أحمد إبراهيم. يعني مع الموت كان قصته جميلة جدا، ما الذي أقصى من الموت، هذا قد كشفنا سره، هذا الرجل يعني كشف سر الموت وخبر أمر الموت، قد كشفنا سره وخبرنا أمره، صدئت آلاته فينا ولازلنا نعافر. وكان هذا جميل جدا. فبتجد لكل شاعر يعني تمرد في اتجاه. أنا أحببت الحزن جدا، وفي يعني حاولت أن أودعه في كثير من القصائد. يعني عندي في أرخبيل الحزن بعت قصائدي وتركتها جزرا توشحها الندوب بلا ثمن، ارتجت باب الحزن خلفك سيدي ومنحتني كفيك، أفتح منهما نطقا إذا استعصت جمالا دور أفراح الزمن، طالت إقامتي المقيتة في الشجون المترفات وفي تجاويف العبارة بين أنات الكلام وتحت أنقاض المحن. يعني كان هذا بالرغم من كل هذا الكلام لم تستطيعين الخروج منه أبدا. طيب المجال الآخر المعروف عن إبتهال إن هي مهندسة أيضا، الشعر بيحتاج أيضا لنظم وترتيب، وحتى يأتي الكلام بطريقة يمكن موثق أو يكون سهل للمتلقي أو للقارئ. والهندسة أيضا بكافة مجالاتها هي نظام وترتيب وحسابات وأرقام، يعني أيضا يعني الإتقان في كل، يعني ممكن نقول في كلمة والخيال كذلك. الإتقان والخيال، أنك تكون بتتخيل معناه أنت بتتقن، أنت مرتب حتى في حياتك العادية. يعني هل اختيار الهندسة جاء بمحض الصدفة ولا اخترتيه عمدا؟ والله من بدري جدا، علاقتي جميلة وجيدة يعني بالرياضيات وأساتذة الرياضيات، وأحب جدا العمليات الحسابية والهندسية. وحتى لما دخلت الجامعة في السنة الأولى أنا كنت في قسم الهندسة المدنية، وكان عندي يعني حب للهندسة الميكانيكية بصورة غير عادية، فحولت من قسم الهندسة المدنية إلى قسم الهندسة الميكانيكية، وكانت يعني هذه سابقة. الاقتران الجاذب ما بين البناء الهندسي والبناء الشعري. نعم موجود. يعني لا تتخيلي أنه مهندس يستطيع أن يخترع ماكينة محددة أو أنه يكون بيدقق في مشكلة محددة لحد ما يجد لها الحل، قد يكون يعني في ترس زايد أو قد يكون في شكل بتاع تقدير لبناء هندسي محدد أو في تصميم لمبنى بصورة مختلفة. الآن يتبارى المهندسون يعني في صنع العجائب. الأصعب شنو، البناء الهندسي ولا البناء الشعري؟ والله في تقديري البناء الهندسي احيانا قد تصادف اشياء يعني صلبه وتهدم من اجل ان يقوم يعني بناء بشكل مختلف وجميل، لكن لا يمكن ان تفعل هذا في الشعر. الشعر انت يعني تعزف على احاسيس وتستصحب معك احيانا يعني مشاعر اخرين، يعني قد يكون النص ليس ملك لك وحدك، ما بتهدم تعدي بس زي ما عدمت الكثير من بداياتك الشعرية. نعم يعني إما أن تختبئ وإما أن تبين. لكن من السهل جدا علي يعني أن أكسر ماكينة محددة أو أن يعني أخذ جرم، يعني هذا جرم أنا أعتقده الشعر يسمى جرم يعني. طيب نسمع. أعيد المشاهد والعروض، أعد المشاهد والعروض، إن الستارة أغلقت، أضحى فؤادي فارغا، بل كدت أبدي ما بهذا القلب من غضب، ولكني أخاف نشوذه، وأنا أطيعك رغم قافية التي كذبت علي تمردت، يا حسن أودية التمرد والبقاء، ويا محصلة الفروض، يا دمعة تاهت وضمضها الهواء، يا دمعة انتهت وضمدها الهواء، استيقظي، سنة الأحبة عمرها التسفار بين النبضتين، استيقظي، لك من حمائم السلام، بل واستديني كل ما في الدرب من زهر وتوق، من صلاة أو صيام أو تسابيح، وزيدي واشهدي الأيام أنا لا نرد الدين، حتى يولج الليل النهار ويتعب الرهق المسافر من مراوغة القرود، صدق ترابك، لم يعد يمي يلاحق فكرة خرجت على تابوتها، موسى يا أنت وقاربي
وطريق أعبر كل ما عبرت به سفن المحال. يا آمنا في كل شرق يمم الصبح الجمال، يا خائفا عند اللقاء من الأصائل خيطها وغروبها بين الأكف، وحين تغربها التلال في كل قطرة عابد آتيك، في كل قطرة عابد آتيك أسقي ربعك الظمآن شهد قصائدي. صلي صلي ليبقى في دمي طوفان شعرك، إنني غرقى وشطآني قصية عن ديارك. لا عصا عندي تشق ولا دعائي يستجاب، وكل جيش الخوف خلفي والأحادي تستعاد وجوفي الوقاد خال. والله والله لا زمن الحنين، والله لا زمن الحنين، وما سألت متى تعود. يلمني ذنب السؤال وعذره في أن وقتك مثل سحب الأمنيات، تلم كسوتها سريعا تستدر الغيمة، لكن تحلب الحزن المعتق بين نيران وآل، تحلب الحزن المعتق بين نيران وآل. سميتك الرجل الزوال، سميتك الرجل الزوال، وآخر الأشياء فينا ما تمر بنا وتعدو تقتنينا، كاللآلئ والعمارات الشواهق والفنارات الكذوبة والرجاءات الكذوب، تحتالنا في غير خبث ثم نعبرها صراطا عاثرين، وفي الميامن وزر أنات تبوح وثقل أنغام تروب. لو أنك استبقيتني يوما، لو أنك استبقيتني يوما لأجمع من دماك رقوق آمالي، انتظاري، زينتي وتلاوتي في الفجر، ألا يأخذ التيار موجك للبعيد ولا يؤوب. لو جاوزت لغتي مداها، عنونتني قوس إعراب يفسر كيف شاء الابتداء، الجر في فقه الصبابة مد أزمنة الرحيل ووقف أسفار الهروب. استأذنتك الروح، استأذنتك الروح يوما، فاستجب للخاطر الدنف الأشم ولذ بنا، فالأغنيات بناء ضاحية خوائم لم تقم. كن أنت أوتادي بها وكن الرجاء. ألم أقل لك أيها الرجل الزوال بأن ملح الشوق يخنقني يفر، وأنه في غمرة المطر المهيبة لا يطيب ولا يفوت ولا يذوب؟ لا والله بعدنا نفتكر أنه هو رجل عبارة عن صخر بعد ملح الشوق الذي ذاب. الكتابة بتعني لك شنو؟ استراحة تامة، وأحيانا يعني بتخرج من لحظة غضب كاملة تجاه موضوع محدد أو شخص. يعني أنا سريعة الغضب، وأحيانا يعني عصبية داخليا، قد لا يبين هذا يعني، لكن داخلي يكون عصبي جدا، فقد يخرج شخصي كامل بنص شعري، وقد أدير ظهري يعني لفكرة كاملة بعد أن تخرج نص شعري، وقد أغير موقف أيضا داخل نص أنا أعيش في هذه الكتابة. ويعني طال الزمن يعني أو قصر فسأغادر يعني هذه الدنيا، لكن أنا متأكدة الذي يبحث عن ابتهال الشاعرة، الذي يبحث عن ابتهال المبدعة، سيجدها داخل نصوصها الشعرية. وفي هذه اللحظة يعني أكذب الذين يقولون أنك لا يمكن أن تقرأ الشاعر من خلال نصوصه. يمكن، كل يعني أصحاب الدراسات النفسية بيقدموا على تحليل الكتاب، والروائيين بالذات بيرفضوا المسألة دي، لكن عند الشعراء أن تكتب بإحساس هذا أمر مختلف. قد لا تكون القضية قضيتك، لكن ما لم إنها يعني تمس بداخلك أشياء كثيرة وتفتح داخلك يعني مداخل لتكتب عن نص محدد، لا يمكن أبدا أن يخرج هذا النص من القلب إلى القلب. تكتبك القصيدة، أنت تكتبين القصيدة، الاثنين معا. يعني أنا أكتب تكتبني القصيدة في يعني أفكارها العامة، في شكل نظمها ويعني اتساق الجمل في فكرتها، لكن أكتبها في بعض الأحيان. يعني أنا أتدخل أحيانا، يتدخل القلم الناقد بعد أن يكتمل النص، وأحيانا أجد أن الصورة الجمالية في هذه المنطقة ضعيفة، أو قد يكون استخدمها شاعر قبلي يعني، فلا بد من تغيير هذه بحيث أنه لا يختل المعنى ولا يختل الوزن، ولا يعني أكون قد يعني أصبت هشاشة في الموقع المحدد. ولا بد أيضا أن نقف مع فاصل ونرجع نتواصل مع ابتهال. خليكم برا. في زيارة الأصيل
ما زلنا نتواصل معاكم في بوح خاص للكلمات ننثرة عبر استوديو زلال الأصيل اليوم مع الشاعرة وزميلة الإعلامية الأستاذ ابتهال محمد مصطفى. ابتهال بنرحب بك مرة ثانية. وأيضا سؤال لابد أيضا من أنه إحنا نعرف الإجابة عليه، من أخذ بيد ابتهال وقدمها كشاعرة؟ والله يعني أنا مدينة بالشكر للبشمهندس أولا محمد بابكر، هذا يعني زميلي في كلية الهندسة، فهو أخذني وأنا في الصف أو في السنة الثالثة إنه ابتهال في منتدى جميل اسمه منتدى المصنفات الأدبية والفنية. مسرح الجامعة ذاك أساسا يعني كان فيه عدد من المنتديات، لكن أنا أتكلم عن تجربة قادتني للأجهزة الإعلامية وحتى أصبحت ابتهال شاعرة يعني معروفة. فذهبت للمنتدى، في داخل المنتدى وجدت عدد من الأسماء، يعني الأستاذ محمد عمر عبد القادر، الأستاذ محمد الأمين، محمد الحسن، كذلك الأستاذ عبد القادر الكتيابي، مجموعة التقيت مرتين مع شاعر مصطفى السند وقدم لي إفادات ومصح جميل جدا. بعدها كان اتصالي مباشر يعني مع مؤسسة أروقة للثقافة والعلوم، هذه المؤسسة لها دور كبير جدا يعني في المشاركة في عدد من الفاعليات والمنتديات، وفي داخل يعني فترتنا تلك أعددنا مطبخ لسحر القوافي حتى أصبح مهرجان، ودعمنا جدا يعني سعادة الوزير السماء والخلف الله قبل أن يكون وزير، كان مهتم جدا ليس فقط بابتهال وإنما بكل الشعراء كل المبدعين. نعم يعني أو كل ما أنا أتكلم عن صعيد الشعر فقط يعني. فقدمت للأجهزة الإعلامية ولا أنسى أبدا يعني قناة النيل الأزرق في العام 2005، كنت في برنامج نجوم الغد مشارك بالشعر ويعني أخذت الميدالية الذهبية في العام 2005، فكانت لها صدى واسع. وكان أيضا لبرنامج مبارزة الحروف قبل سحر القوافي دور يعني في مع الأستاذة الإعلامية الكبيرة يعني كوثر بيومي، فكانت هذه اللقاءات المختلفة وإذاعة البيت السوداني من فترة للتانية، أغاني الليل مع سيد أحمد، كل هؤلاء أضافوا لابتهال وما كانوا فقط يعني كانت ابتهال فقط مجرد ضيفة، يعني أنا كنت بعد تسجيل الحلقة وختام الحلقة توجه لي انتقادات أدبية قوية وأستمع إليها، وحتى زملائي الشعراء يعني أنا مدينة بالشكر لأبو بكر الجنيدي يونس وأسامة تاج السر ومحمد الخير كليل وآية أسامة وهبي وهي الآن يعني خارج السودان، كل هؤلاء الشعراء كنت يعني أقول عبارة واحدة يعني أنا زولة مهندسة ما عندي كثير في عالم الآداب والشعر، يعني فقط ما عندي هو إحساس إني أستطيع الكتابة، لكن لا علاقة لي بعلم العروض ولا علاقة لي يعني ببعض المفاهيم الاحترافية للشعراء، يعني هم القادرين على تحديد النفس. في البداية ما كنت بميز إنه ده نفس منه ده نفس منه، بقرأ كل شعر جميل وأحفظ وهكذا، لكن أخذ بيدك في بحر الشعر. نعم كلهم أسهم تغوصوا فيه وتعرفي مفاهيمه وأوزانه الأساسية بتخلي الشعر إن هو يقدر يوزن نظم لقصيدة تكون كاملة. نعم قصيدة مسؤولة. نعم أستاذ ابتهال أيضا الشعر هو الشعر بطبيعته حساس، وهل بتجد نفسك أنك تقدري تجاري كل الأحداث اللي ممكن تحصل في السودان أو خارج السودان؟ والله شاعر طبعا زمان لما كان لسان حال قبيلته الآن يعني هو لسان واقعه، وأنا في الحتة دي خليني أسجل صوت اعتراف أيضا لشعراء الشمال الذين يتحدثون في نواحي كثيرة اجتماعية نقلوا لنا عبر الشعر الواقع الاجتماعي وكثير جدا من المشكلات على صعيد القضايا. أنا أحترم جدا الشاعر الذي يعني يكون مهموم بقضايا وطنه، يكون مهموم بقضايا مجتمعه، يكون مهموم بأن يوصل صوته. صحيح أنا توصلي صوت ومفردات خاصة لأحداث ومواكب الأحداث. أعتقد ورغم إنه يعني هاجموني كثير إنه الإعلام أخذك يا ابتهال، يعني بكون بكتب نصوص مواكبة لـ 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 لأحداث محددة في سواء كان على المستوى السوداني أو حتى على المستوى العربي. نسمع. طيب أنا خليني أبدأ بالسوداني مش كده؟ أوكي. طيب إلا أنت يا وطني ستعلم كتلة الباغين أنك خير أغنية نغنيها وملحمة نسويها وبادية سنبنيها وطابية بصدر رجالنا ونسائنا وشبابنا دوما سنحميها. فمن للوح واللالوب؟ من لشوامخ الميدوب؟
من يستنطق المداح عند شرافة المجذوب؟ من يبقى إذا ما صار من بعد الجنوب جنوب؟ وأي يدين سوف نمد لو حملت عروقك نار أو أعيا ترابك دين؟ من أعطاك سر العيش أدرى كيف تحيا الناس لو شلت من القدمين؟ من أجرى بك النيلين ميسور له التجديف بين الشط والعلمين؟ إلا أنت صه ما شئت إنك نارك الغريدة لم يسألك أينك أين؟ إلا أنت يا وطني لا التجار لا الثوار أغلى من دماء الخلص الشهداء يا وطني. أنت مهابة الأحرار، أنت الغيمة السكبت مآثرها على الأمصار، أنت النوبة الدقت طبول مسيدها الأذكار، أنت الجعل في كدباس والسني في مدني والبراعي والياقوت والبادراب والآلاف لا تحصى قبابهم ولا الأذكار، أنت النخلة الشماء في أرض القرير والباوبة ما سقطت أسن وحصار، أنت الأزرق الدفاق والطمي المشع سمار، أنت الأبيض المرتاح في قلب الجزيرة أبا وفي بخت الرضا وطني وفي كوستي، وكم بخت الرضا وطني يدين لها بغير صغار، أنت الشرق يا دقنة وأنت سواكن الميناء، أنت سواكن الميناء والتوتيل والسجاد في كسلة ولؤلؤة البحار بريئة خير جزيرة وفنار، أنت ممالك سادة وتوجها السنا والعز في سنار، إلا أنت يا وطني إلا أنت يا وطني تعرفنا شقوق الأرض، كم جئنا زرافات ووحدانا لضاحية يجملها ضجيج الواز والمردوم والحنبي في قيسان، وكيف الكرمك المحروس يرقد تحت ريح النال يعرف سحر رقصتنا وكم طربت لها الآذان، وكيف يجف حلق الصبر إن صحنا هنا مدرمان، هنا اللآت في الخرطوم والأعناق يا غردون، هنا يا قبة المهدي هنا مدرمان، هنا العرقية انتبذت أقاصي الفكر، وجهتنا وسحنتنا قبيلتنا هو السودان، فكم دبابة صرخت أنا يا أيها السودان يؤلمني صدى البارود، وكم أسفت على دارفور ذاكرتي، فصبرا يا رهيد البرد يا نالة وصبرا فاشر السلطان، حتما تدرك الأيام قسوتها تعود الفور سيرتها ونحن نعود، وكم أشتاق قافية يساق لها روي الحب يجمعها سلام القلب تكتبها لنا الأحزاب أجمعها يكون لها الوئام العود، إلا أنت يا وطني تعرفنا شقوق الأرض، كم جئنا زرافات ووحدانا لضاحية يجملها ضجيج الواز والمردوم والحنبية في قيسان، وكيف الكرمك المحروس يرقد تحت ريح النال يعرف سحر رقصتنا وكم طربت لها الآذان، وكيف يجف حلق الصبر إن صحنا هنا مدرمان، هنا اللآت في الخرطوم والأعناق يا غردون، هنا يا قبة المهدي هنا مدرمان، هنا العرقية انتبذت أقاصي الفكر، وجهتنا وسحنتنا قبيلتنا ولحمتنا هي السودان. نسيت بقية النص. تكفي هذا وهذا يكفي، يعني انها قصيدة مليئة بإيقاعات لحياة السودان وسحنات مختلفة، وهي لوحة، يعني انا من خلال استماعي لها الان هي انا اعتبرها لوحة سودانية فيها كل الإيقاعات المختلفة. احنا حنواصل مع ابتهال، ولكن بعد ما نقيف معنا دق القلعة ونرجع ثاني نتواصل. يطول عمرك ما يكسر سلامتك يا ندى العنبر يسلم عروضك الأنظر سلامتك من حسد وشر
حسد وشر يسلم عوضك العنبر سلامتك من حسد وشر يطول عمرك ما يكفر سلامتك من حسد وشر ما تنصى وتتعدل سلامتك من حسد وشر ويقوي ضراحك الأخضر بنتواصل معاكم على هوا مباشرة مع الشاعرة الأستاذة الإعلامية والزميلة الإعلامية والأستاذة ابتهال محمد مصطفى. مرحبا بك مرة ثانية ابتهال. ابتهال الخيال هو اللي بتعتمد عليه وسلاحك هو القلم. بتحسي بإلحاح القلم وراء يعني القلم بلح عليك مرات؟ والله أنا أخاف جدا من إلحاح القلم. مقاومته يعني. إيه يعني عارف القلم ده سبحان الله فيه سحر وفيه سلطة على الكاتب وعلى الشاعر لا يستطيع أبدا يعني أن ينفك من هذه الحكومة وهذه السلطة القاسية أحيانا على الشاعر نفسه. وإذا كانت في بالك فكرة محددة أحيانا يأتي بيت يعني واحد بيكون يحوم في الذاكرة هكذا يعني 3 أيام 4 أيام لكن في النهاية سيصرعك هذا القلم وستصرعك هذه الفكرة وستستسلم لها. وقد يفاجئك أنه يكون في منتصف النهار أو قد يكون في منتصف الليل أو قد يكون في وقت أنت مشغول فيه يعني بمجموعة من الناس من حولك لابد يعني أن تنأى قليلا وتأخذ زاوية أو تذهب في مكان مريح. حسي بأن الكلمات ممكن تهرب منك لو ما تسرحتي وكتبتي يعني بتحسي به؟ والله في الغالب أنا مني ما قاعدة تهرب ما بتهرب لكن قد تغادر إلى غير عودة. أنا قاعدة أقول إنها هي بتزعل مني وبتحرد أحيانا بتحرد وما بتجي خالص وحتى لو جات يعني أنا واحدة من الناس اللي بتكتب القصيدة كاملة يعني ما بتوقف أبدا يا إما يأتي النص كامل وإما أتاه في شكل أبيات وبعرف إنه هنا يعني النص ده حرد لأنه أنا طولت عليه لأني أخذت شوية يعني. هل طيب بتجدي الحرية المطلقة في كتابة القصيدة أو الشعر ولا بيسيطر عليك أحيانا فكرة أنك أنت امرأة يعني والمرأة في النهاية ليست مثل الرجل؟ والله أنا ما أحسس بهذا الإحساس أبدا يمكن لداخلي يعني في لا أريد أن أقول يعني خجل داخلي مسيطر علي لكن أستطيع إخراج فكرتي كيف كانت. أحياناً الرمزية تسعف الإنسان وما كل الناس مجيدين لأنهم يستخدموا الرمزية وإنهم يستطيعوا يخرجوا النص في قالب دبلوماسي لا يخدش يعني حياة عام لا يمكن أن تتناول فيه ألسنة النقاد وده بيختلف من شاعر لآخر. يعني أحياناً تجد عدد من الشواعر والشعراء فكرتهم صريحة جداً وواضحة وأشياء أنا صراحة ما لا أستطيع يعني لا أستطيع أن أعبر بها مباشرة ليس لعدم يعني مقدرة كتابية أو إبداعية لا هي ميسورة ومن السهل لكن أنا من داخلي لكل إنسان طبيعة مختلفة. لكل إنسان طبيعة لو كانت وائم داخلي لخرجت لا شيء أبدا يمكن أن يقف يعني في طريقة. طيب هل بتحس أنك قريبة من بنات جيلك بتستطيع أنك تتواصلي معهم بهمك رأيهم من الشاعرات أم من العامة؟ من الشاعرات. من الشاعرات في تواصل يعني جيد ذكرت آية أسامة وهبي وتقوى شاعرة تقوى والشاعرة ماجدولين سعد شاعرة نضال حسن الحاج مجموعة من الشاعرات أحيانا نجتمع وحتى من العامة أيضا حتى من العامة. العامة هم المصدر الأساسي للإلهام وهم يعني الأقدر على استيعاب الشعر. شوفي بعد ما أقرأ النص الشعري بحب أقرأه لإنسان عادي. أنا كنت في البداية يا ريهام متهمة بأني غامضة وأكتب نصوص لا يفهمها إلا القلة وإلا يعني النخبويين فقط وهذه الفترة يعني أضرت بابتهال الشاعرة كثير جدا لي أنا لا أريد أن أسميه يعني تعقيد أطلق عليه يعني عدد من النقاد إنه ابتهال تستخدم الغموض المستحب لكن ستستطيع كسب يعني جماهيرية أعلى وأناس أكثر لو إنها يعني قليلا لجأت إلى أسلوب فيه شيء من المباشرة وفيه شيء من الـ يعني العادية. إحنا حنبرهن عكس ده برضو من خلال نهاية حلقتنا الليلة وإحنا قبل ما نختم
حابين برضو نسمع منك ونبرهن انه فعلا هي شعر ابتهال ليس للنخبه فقط. نعم. وانا لم اقرا يعني في هذه الليله مما اتهم فيه بالغموض، يعني حتى غيرت يعني قبل يمكن 3 سنوات مدرستي تماما، يعني اصبح فيها شيء من العادي. انا ما قرات، هل احسستي بشيء يعني غير مفهوم بالنسبه لك داخل هذه الحلقه؟ لا كله مفهوم، المهم المشاهد. طيب. تعريف الحزن: على باب حزن انتظرت طويلا، وملت يقوف المسافات والصبر والتوق والشعر حتى الوصول، وما مر فوج وإلا تسابقت، أشتم أخبار قلب مشوق يرى غاية الحب ألا يقول. أنا أكره البوح، أنا أكره البوح، لكن حبك يأمر سلطان الشعر عليه، ويصلبني إن أبيت المثول. لماذا؟ لماذا تعمدت قتل الكلام؟ أيا غرة الشعر، إنا صمتنا ليرتد فينا صداك العديس، ونحيا برجع الصدى والأفول. طبيبي، أنا أجفل الناي عني، لأني تغنيت أهواك طيفا وطقسا، إذا حر كنت الغمام، وإن قر كنت الغطى والشمول. فهلا ترجلت؟ هلا ترجلت؟ لا خيل عندي لحمل اشتياق سرى في الخلايا، وشوق تخبأ بين الحنايا، أبى الحي عن كاهلي النزول. وبالله قل لي، بالله قل لي، إذا جئت وحدي ستأتي معي أم سآتي وخلفي مراسيك والشط عند المساء؟ ستأتي معي أم سآتي وخلفي مراسيك والشط عند المساء؟ وذكراك والدمع هما عصي، وذكراك والدمع هم عصي وخوفي، إذا ما بعثت اشتياقي وما عدت بالقلب خيل الرسول. شكرا لك كثير. أنا بس قبل ما أختم، في حاجة عايز أعرف رأيك فيها، يعني أنه الاتحاد العام للمرأة السودانية احتفل قبل أيام قلائل بإصدار كتاب شاعرات من السودان وكاتبات من السودان. نعم. نبمس لك شنو في إجابة سريعة. والله إجابة سريعة، هذه خطوة قوية جدا من الأمانة الثقافية، وتأخرت طويلا في ظني، ولكن في النهاية أتت. أنا أشكر فيها الأستاذة روضة الحاجوة، الأستاذة رجاء حسن خليفة على ما أسهمت فيه وحولت هذا التاريخ السوداني للمرأة السودانية من الصدور يعني إلى السطور، وهذه خطوة جريئة، وأتمنى أن تتواصل يعني حتى أتمنى أن تكون هي خطوات. نعم. خطوة تطلعها خطوات. نعم. يعني أخريات في أنه يظهروا للسودان ولساحة السودانية الكثير من المبدعين غير المعروفين، إذا كان في القصص. نعم. وفي الكتابة. شكرا. نعم. لك ابتهال، شكرا على وجودك معنا داخل استوديو زرار الأصيل. شكرا لك مشاهد قناة الشروق، كانت معنا الأستاذة الشاعرة والإعلامية ابتهال محمد مصطفى، نثرنا من خلال هذا الاستوديو العديد من الكلمات والقصائد، نتمنى أن تكون قد أرضتكم وأيضا تكون من غير قصائد النخبة. نتواصل معكم في أمسيات أخرى من زرار الأصيل، في أمان الله. أشكالها طلعتنا وهي تزهو في ظلال الأصيل، وترى الخمائل إذ ذهت وتمايلت أغصانها شدوا طروبا، شدوا طروبا في ظلال الأصيل. وتناسرت باغات ود جارف فكر أصيل، فتعال نقتسم الحماس في ظلال الأصيل.